السلام عليكم، معكم محمود مطوع محمد من أثر. اليوم إن شاء الله راح نسجل على جامعة مارسين، نضغط على رابط التسجيل. طبعا راح تظهر لنا الشاشة هي قدامنا، نضغط على قيد أول. أول شيء نختار جنسيتنا، نكتب رقم الكمليك في حال كنا نسجل على رقم القومي أو الكمليك. هون نكتب رقم جواز سفر في حال كنا نسجل على جواز سفر. هون نكتب الاسم، الكنية، أعزب ولا متزوج، بيكار أعزب، اسم الأم، اسم الأب، مكان الولادة، تاريخ الولادة، نختار هون زمرة الدم. هلا نكتب عنواننا الإلكتروني اللي سجل من خلاله، الدولة المقيمين فيها، المدينة، رقم الهاتف، رقم الهاتف مرة ثانية. هون إيميلنا بالتفصيل. هلا بننتقل على المعلومات الثانوية، نختار الدولة اللي درسنا فيها الثانوية، المدينة، اسم الثانوية، نوع الثانوية في حال مثلا كان طالب علمي أو أدبي بيكتب، في حال مثلا كان تشيك ورقة سم تعليم مفتوح يكتب ألام يوك، سنة التخرج، معدل، نظام، درجات إذا من 100 بيكتب من 100 بيعطي قيد. عفوا نسينا شيء. هلا هون في حال مثلا كان الطالب أنثى بيختار أنثى، في حال كان ذكر بيختار ذكر. راح تظهر له معلومات قدامه، معلومات العسكرية في حال مثلا كان مأجل عسكرية أو عمل العسكرية أو ما فيه منه بيختار، بيعطي قيدات. هلا ظهر لنا اسم المستخدم وكلمة المرور لسهولة الوصول، بنعطي تكرار الصفحة ومننسخ اسم المستخدم وأيضا كلمة المرور ونعطي جريش. هلا الترجيح نضغط عليه هون. أول شيء في حال مثلا كان عند الطالب جنسيتين فبيكتب بيختارهم، في حال كان عنده جنسية فبيختار جنسية الأم برجع. هلا عبقلنا ما في كارت صاحبي مسنز، هون هذا الخيار لأصحاب المافي كارت. طبعا احنا العرب لا يعنينا هذا الأمر، تمام. في حال ما كان عندنا بنعطيه هاير. هون في حال كان عند أو في حال طالب درس ثانوية في تركيا فبيختار إيفيت، أو في حال كان دارس خارج تركيا بيختار هاير. هلا هون بنروح على المعلومات الامتحان اللي رح سجل من خلاله. عنا السات، عنا اليوز مارسين، وعنا الثانوية دبلومة. هلا بنختار تاريخ الامتحان، نختار هون علامتنا الامتحان. هون في حال عنا كان شهادة تومر فبنكتب مثلا المستوى اللي احنا واصلين عليه الشهادة، مثلا جيبير. بنختار هون التخصصات اللي نحن بدنا نسجل عليها، تمام. هلا من هون بنضيف المعلومات. أول شيء بنحمل صورة شخصية، المعلومات الأساسية لازم نحملها اللي هي الصورة الشخصية. نكتب هون توضيح إنه مثلا فوتوغراف، نعطي جوندر. المعلومات الأساسية لازم نحملها اللي هي في حال مثلا كنا بنسجل على الكملك، بنحمل الكملك. في حال باسبورت بنحمل جواز السفر. هون ترجمة جواز السفر، نتيجة الامتحان اللي عم تسجل من خلاله، الثانوية الأصلية، وهون ترجمة الشهادة الثانوية أو تعديل الشهادة الثانوية اللي هو الدين كليك. وأيضا في حال كان عنا شهادة تومر بنحملها هون. وأيضا
وصل الدفع، بنحمل وصل الدفع، بنكتب التوضيح انه هو وصل الدفع وبس. هدول المعلومات الأساسية اللي لازم نحملهم. طبعا في عنا هون مثلا السي في، في حال كان عند الشخص سي في محمله، أو مثلا عنده كان خطاب توصية فبحمله، وبيعطي بالنهاية قيد إت، وهيك بكون انتهى التسجيل على جامعة مرسين. كان معكم محمود، والسلام عليكم ورحمة الله.